والنبي يا بيه، والنبي يا بيه اشتري مني، والنبي يا بيه اشتري مني ورد، والنبي يا بيه عايز على حبايبك في الفالنتين، والنبي يا بيه. ممكن يا مصر ورد؟ ماشي عايز على حبايبك في الفالنتين. بس انا طيب. هتدي الورد لمين يا سمير؟ والله مصر مش دماغي، انا قلت اطيب بخاطر البنت. يعني مفيش واحده هتديها لها الورد؟ هديها للبت نور، هي بتزيد في الحاجات دي. وانت ليه ما اتجوزتش لغايه دلوقتي يا سمير؟ يعني النصيب بقى يا مستر، او تقدر تقول حضرتك كده ما لقيتش حد مناسب. مناسب ليه؟ للجواز حضرتك. او شكله عامل ازاي المناسب ده؟ اصل المناسب دي بالعقل قوي يا سمير. والله يا مستر بدات اشك ان انا اللي مش مناسب. مفيش حد مناسب او لا، في حد بنحبه فبنعرف نستحمل معاه اللي ما يناسبناش فيه، او ما بنحبوش كفايه عشان نستحمل. بس مفيش حد فينا بيختار اللي هيحبه. انا فاهم حضرتك يا مستر، بس انا بحس دايما ان انا بحب الناس الغلط، او بعرفهم في الوقت الغلط، او يمكن الغلط فيا انا بقى زي ما قلت لحضرتك، مش عارف. بالحسابات الكتيره دي خسارة تسميه حب يا سمير. صباح الخير يا استاذ.
احسن حاجه في المحل، هيشتغلوا معاك زي الشحن الاصلي بالظبط. كام دوت؟ الو. 50. ايوه يا ماما. شكرا حبيبي. اه معايا اهو. سلام ورحمه الله. حاضر. الله يسلمك. بتسلم عليك يا تريك. الله يسلمها. سلمي لي عليه. بيسلم عليك. لا نصايه بالكتير. حاضر. لا اله الا الله. بابا تقول لك تاخد بالك مني. في عيني. تعمل ايه يا تريك؟ لا في ايه يا بت؟ هنحتفل مع بعض، الشو هيبدا هنا؟ هنا ايه بس؟ تعالي ده انا هوريكي حته الدين حاجه. على الله الاكل ما يكونش بارد بس. انت واخدني على فين؟ تعالي بس. المكان ده يا تريك؟ ده المكان السر بتاعي. السراديب دي رايحه على فين؟ السيما. بس انا خايفه، ما تيجي نمشي من هنا. في ايه يا بنتي؟ ما انا معاكي. تعالي. وبعدين ده انا محضر لك مفاجاه فوق هنا هتعجبك قوي. هنا فين؟ هنا. تعرف ان انا اول مره اعرف ان في حد بيجي هنا اصلا؟ هو مين اللي عامل الفتحه دي؟ انا وسمير وسوني. لا انا همشي. في ايه يا بنتي؟ ما ممكن حد يجي ويشوفنا يعني. مش هيحصل، باب السيما متشمع وملهاش اي دخل غير من المحل، والمحل مقفول، وبعدين طول ما انا هنا محدش هيدخل يعني. وانتم من امتى بقى وانتم بتعملوا كده؟ ياه من زمان، من ساعه ما فتحنا المحل تقريبا. على كده بقى كنت عيل صغير ساعتها. يعني عارف انا ياما امي حكيت لي على السينما دي، ذكرياتها مع ابويا فيها ما بتخلصش. اول مره جت فيها السينما كان هنا. اه النهارده بقى السيما دي كلها بتاعتنا لوحدنا. هما مين صحابها اصلا؟ معرفش، بس بقى لهم اكتر من 10 سنين ما بيجوش هنا، والسيما عليها اواضي ومشاكل، بس القعده فوق رومانسيه قوي. انت هتاخدينا في دوكه ولا ايه؟ يلا يا بنت الفالنتاين مستني. بس بقول لك ايه، انا مش هينفع اتاخر. لا ما تقلقيش، هم 4 ساعات بالظبط. لا 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 جرايه تريك، احنا ما اتفقناش على كده. في ايه يا مارو؟ في ايه؟ ده النهارده عيد الحب، وبعدين يا بت ده انا جايب لك كباب ومزردح لك الدنيا. فين حلال يا حبيبي؟ ما احنا هنتجوز. اما نتجوز الجدع عن كده، انت ورستق امورك وتعالى، وساعتها تاخد كل حاجه مش كده بس. ورستق؟ بقول لك ايه، انا مش هينفع اتاخر، انا قايله لامي ساعه بالعافيه مش هنقضيها بقى قافشين على بعض. ها كل سنه وانت طيب. انت طيب. تعالى بقى نكمل الكباب اللي انت جايبه ده. يلا نكمل الكباب. كب كيكس. في دي تالا تمسك بيها اكرم بجد كده. لا هاتي هتوقع الكب كيك. تعالى امسكي دي، امسكي دي بس. انتي تعالي تعالي. ايه السبب؟ بس خلاص. طب انت هتعمل ايه النهارده؟ ما فيش حاجه. طب مش عايز تبات هنا علشان تفطر مع تالا الصبح؟ هي بتسأل عليك كل يوم. اوكي. خلاص I give up I give up I give up. Yeah.
خفت تكوني نمتي؟ لا انا صاحية. اصلا انا ما جاليش نوم ف وفكرت احلق دقني. حاجتك في الحمام. طيب ممكن ادخل اجيبها او ممكن تجيبها لي انت؟ لا تعالى تعالى ادخل تعالى. صباح الخير. وانت من اهله؟ عاوز حاجه تانية؟ لا لا كده تمام. انت لازم تروح الشغل النهارده؟ لا مش لازم خالص عشان خاطرك. يبقى خليك معايا. انا معاك. صباح الخير. صباح الخير. طب وانت زعلان ليه دلوقتي؟ انت مش عملت اللي انت مقتنع بيه؟ مش عارف يا هند، مش عارف. انت متعرفش الخير فين. طالما ان ربنا اختار ده اكيد ده الاحسن، والاكيد اكتر ان ده احسن ليها اكتر منك. ازاي يعني؟ انا حاسس انها ظلمتها معايا قوي على فكره. قعدتها جنبي سنين دي كلها على اساس ان احنا هنتجوز في الاخر، وبعدين اهو. بالعكس، انت طلعت محترم معاها اكتر من اللازم. كده كده كنت هتسيبها، دلوقتي احسن من بعدين. تعرف انا كنت عايز اعمل لها كل اللي هي عايزاه، بس هي اللي في الاخر يعني ما كانتش قادره تصبر عليا. انا عارفه انك انت ما كنتش هتقدر تعمل كده. انت دلوقتي اديتها فرصتها تشوف مصلحتها، اكيد هتقابل حد مناسب ليها تكمل معاه. حبيبي صدقني انت عملت الصح.
طب انا وطلع ندخل استحمى. اوكي يا حبيبتي انا هحصلك. الو، ازيك يا عبله؟ ازيك يا اكرم، قلقتني عليك. معلش يا بلبله، ما عرفتش اجيلك امبارح. معلش ولا يهمك، المهم ان انت تبقى بخير وكويس. انا كويس، ما اظنش هقدر اجيلك النهارده. معلش ولا يهمك، شغلش بالك بيا. طب انت مش محتاجه حاجه؟ لو احتجت اي حاجه كلمي سمير وهو هيقولي. تسلم. أكرم، طيب أنا لازم أقفل دلوقتي. أكرم، يلا سلام. الكوفي بتاعتك. أوكي ثانك يو. حمد اتفضل. اتفضل حمد. ازيك يا حمد؟ كويس انك لحقتني قبل ما انزل، كنت هتيجي مش هتلاقي حد في البيت. تشرب ايه؟ هعمل لنا كوبايتين شاي. كنت مركز معاها ليه يا سمير؟ كانت بتخوني معاك. ما حصلش يا حامد، ما حصلش. انا كنت بتجسس على الناس، بسجل مكالماتهم، وهي كانت واحده منهم. بس ما كانتش هي بس، كانوا ناس كتير. مرض. أنا كنت بني آدم مريض يا حامد، بس والله العظيم عمري ما خنتك. يا الخيانة إيه من وجهة نظرك؟ طول السنين دي كنا أصحاب، معرفش انك وسخ كده. سمعني الحاجات بتاعتها. حاجات ايه؟ المكالمات اللي انت سجلتها لها. ما
مفيش حاجة اسمعها لك. أنا مسحت كل الحاجات دي من زمان. ربنا تاب عليا الحمد لله وخلاص. بني آدم الوسخ اللي زيك ما بيتوبش. أنا متأكد إنهم معاك. كانش له لزوم تتشكلي معاها يا نور. ما هي اللي شدتني من شعري الأول وأنا قلت لها أجيب لك بابا بكرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا بابا؟ ازيك يا نور؟ خش غير هدومك يا حبيبتي يلا عشان نتغدى. تعالى نكمل كلامنا جوا يا حامد. انا قلت كل اللي عندي وانت عاوز تصدق صدق مش عاوز انت حر. طلع لي مسجله. هو انت ما بتسمعنيش؟ قلت لك مفيش حاجه. شايلهم فين؟ مش هتلاقي حاجه هنا. ما اكيد هنا لسه عندك. انت بتعمل ايه؟ ما تهدى يا حامد. وما ينفعش اللي انت بتعمله ده. مش هينفع نكمل كلامنا هنا عشان خاطر نور. خانتني معاك والبنت اللي انت خايف عليها دي تبقى بنتك عشان كده بتربيها. يا حامد نور بنتك انت. وعرفت منين؟ وبتربيها ليه؟ بربيها عشان محدش من اهلك ولا اهل امها كان عاوز ياخدها. وقلت لك 100 مره كنت عايزني اعمل ايه؟ ارميها في الشارع ولا اروح ارميها في اي ملجأ عشان تبقى مبسوط؟ بني ادم واطي زيك ما بيعملش حاجه لوجه الله. انت مش بتربيها علشان هي صعبت عليك. انت بتربيها لانها بنتك فعلا. عندك حق. هي فعلا كانت صعبان عليا في الاول عشان كده ما رضيتش اسيبها في الشارع. واقول لك على حاجه، هي فعلا بنتي يا حامد. ايوه نور بنتي عشان انا اللي ربيتها مش انت. البنت دي مكتوبه على اسمي. انا عايز اتاكد انها بنتي. تتاكد يعني ايه؟ هعمل لها تحليل نسب.